أهلا بكم من جديد. ضفنا في هذه الفقرة هو مولانا الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. وهلت ليالي رمضان، ومش عايزين نتكلم بقى في الصيام والعبادات والطقوس وإيه اللي بيفطر وإيه اللي ما بيفطرش. زي نتكلم في الأخلاق، في الأخلاق والسلوكيات، وإزاي إن إحنا بنقطع هدوم بعض دلوقتي. هل يمكن أن نقبل على رمضان ونحن بهذا السلوك؟ مولانا أهلا بيك. أهلا بيك وسهلا، بارك الله فيك. نقدر ندخل رمضان نقبل على شهر كريم زي رمضان وإحنا بنقطع في بعض بالشكل ده؟ وأنا جاي لحضرتك في الطريق دلوقتي، اتصل بي أحد الصحفيين الكبار فبيقول لي يا مولانا، هو ممكن رمضان يبقى شهر المغفرة للمصريين في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ فالحانة فهمت مغزى سؤاله. قطعا سيدتي، العبادات كلها بلا استثناء، كل العبادات بلا استثناء لها هدفان. سواء بنتكلم عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، لها هدفان. الهدف الأول تحقيق العبودية لله. أن ربنا يقول لي صوم بصوم، صلي صلي، حج حج، إلى آخره. امتثال، وتحقيق هذه العبودية بهذا الامتثال، ده الهدف الأسمى والأولاني. لا يقل عنه هدف آخر، وهو هدف التهذيب مش التعذيب. يعني بعض المواقع بتنشر سمومها وتبث سمومها حول الصيام، ويقولوا للشباب ده تعذيب، ازاي تصوموا وقت طويل وتعطشوا، ايه الحكمة من كده، ايه ونسي هؤلاء. وده اللي بقوله لشبابنا عشان نردوا عليهم، بانه هذه العبادات ليست للتعذيب ولكنها للتهذيب. وده الهدف الثاني الاسمى ايضا. يعني هو هدف سامي، ما هوش هدف فرعي ولا هدف ثانوي ولا هدف جانبي، إنما هو هدف أساسي. كل العبادات بلا استثناء سيدتي هدفها تهذيب الأخلاق وتحسين السلوك. والدليل على ده لما ربنا يقول لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني أنا مش بدع في الأمم إن أنا بصوم. كل الأمم السابقة صلت وصامت وزكت وحجت، كل الأمم السابقة من أول سيدنا آدم إلى سيدنا محمد، كلهم بطريقي، كلهم بطريقته أو بطريقته. يعني ما عرفش بصومه ازاي، كانوا بصومه كم يوم، امتى، الى اخره، دي مش بتاعتي. انما في النهايه كانوا بيصوموا. الهدف من الكلام ده ايه؟ لعلكم تتقون. تتقون هنا ما هي تعني كل حاجه، في الاخلاق، في السلوك، في المعامله، الى اخره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بوضوح، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. قضيه مش قضيه ان انا اسيب الاكل والشرب، لا، ده تسيب الاكل والشرب. الناس فاهمه، رحم الله الشيخ الغزالي كان يقول كده، يقول يظن الناس ان الصوم انما هو طروق فحسب، ولكن الصوم افعال، افعال ايجابيه، عمل. في حين بعض الناس يعتقد انه كسل ويروح ينام طول النهار. صحيح. عمل واتقان للعمل ومسارعه في الخيرات ومساعده للناس، ده اللي احنا نفهمه في الصيام. ولذلك يقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لأن لا القيام هذب أخلاقه وحسن سلوكه، ولا الصيام هذب أخلاقه وحسن سلوكه. ولذلك يقول لي فإن كان يوم صوم أحدكم فإن امرؤ سابه أو قتله. حد بيشتمني، حد مسك في خنائي، هعمل إيه؟ هزود عليه العيار؟ أرد عليه؟ عشان أعمل إيه؟ أقول له إني صائم، إني صائم. يعني أكف عن سبه وأمتنع عن الرد عليه، وأقول له أنا صائم، صيامي يمنعني. ده الأصل. في حين سيدتي نحن شايفين الموضوع معكوس، تكلم واحد روح منفعل عليك والناس تقول لك معلش اعذره، ده صايم، أحسن صايم. الناس فاهمة أن صايم معناها أن يبقى غضبان، بالعكس، صايم دي معناها أن الجوارح كلها صامت. وده الصيام الحقيقي اللي احنا عايزينه، الصيام الحقيقي الذي نريده، ليس مجرد ترك الطعام والشراب والشهوة أثناء النهار. نحن نريد الصيام عن كل مكروه، الصيام عن كل محرم، الصيام سيدتي عن كل خلق رديء ومشين. لو أضفت إلى ده بقى حاجة مهمة جدا، لو بنتكلم عن رمضان، إلى رمضان كفارة لما بينهما. هيكفر إيه ولا إيه يا مولانا؟ أحسنتي، لن يكون كتير قوي، ربنا يسلم، لن يكون كفارة على الإطلاق إلا بعد أن نعلن التوبة النصوح. وأنا أزعم إنه التوبة بين يدي رمضان كالوضوء بين يدي الصلاة. كما أن الصلاة لا تصح بدون وضوء، الصوم لن يكون كفارة بلا توبة. فأنا لما أدخل رمضان وقلبي مليء بالغش للآخرين والحقد عليهم وغاصب مال ده وسارق حق ده وآخد ما ليس لي من ده، هقابل رب إزاي؟ كيف يكفر الصوم كل هذه الأشياء؟ لن
يكون الصوم كفارة ولن يكون رمضان كفارة كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق. لن يكون رمضان كفارة إلا بعد أن أتوب توبة نصوحا. وكلمة التوبة النصوح أن أتوب من كل ذنب، وإن عندي الذنوب نوعين، فيما يتعلق بجنب الله والله غفور رحيم، تكسلت شوية عن صلاتي، تكسلت شوية عن كذا، حد مش عارف عمل إيه في جنب ربنا، وربنا غفور رحيم وعفو ويتسامح في حقه ولا يحتاج مني إلا دمعة بخشوع وندم وعودة إلى الله سبحانه وتعالى وعزم على الاستمرار في الخير. إنما حق العبد لا، مش ينفع الكلام ده. حق العبد لابد أروح لأختي وأقول لها أنا ظلمتك خدي حقك أهو وسامحيني، زوجتي أنا قصرت في حقك سامحيني، ابني قصرت في حقك سامحني، جاري قصرت. فيبقى رمضان بالنسبة لي كفارة عندما يحل السلام الاجتماعي في المجتمع. سلام الاجتماعي، هو حصل لنا إيه يا مولانا؟ ليه الناس بقت عنيفة، حقودة، شرسة؟ إيه الشراسة اللي فينا دي؟ كانت دايما في المصريين ولا المصريين دايما كانوا طيبين؟ إيه اللي حصل لنا؟ يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. العناصر الأربعة دي لو لم توجد في الإنسان فهو خاسر. معنى أنه خاسر معناه أنه قد يكون كالحيوان والعياذ بالله، وقد يكون أشد من الحيوان. نحن نريد عناصر الأربعة في الإنسان ليكون ناجحا صالحا، سواء كان مصري أو غير مصري. إيمان يتبعه عمل، تواصي بالحق تواصي بالصبر. يؤسفني أن المجتمع، بلاش أقول كله لأن بالتأكيد فيهم خير كثير، إنما بعض أفراد المجتمع لا عندهم هذا الإيمان ولا عندهم العمل الصالح ولا عندهم التواصي بالحق، بل عندهم التواصي بالباطل للأسف، ولا عندهم التواصي بالصبر، وعندهم نوع من الجزع. والناس مستعدة تتظاهر وتقف وتقطع طريق وتقطع حتى لو كانت لها حقوق قبل ما تعمل. شوفي خليني أكون واقعي، الناس لهم حقوق وهناك مسؤولون تكاسلوا، فلازم أقول دي وأقول دي. صحيح. فالمقصر يجب أن يأخذ عقابه. ما فيش حاجة اسمها أننا أسيب الناس على دخلة رمضان وهم مش لاقين يأكلوا ولا يشربوا. طبيعي يا سيدتي، نحن نحذر. كان في مؤتمر للمجلس الأوسط الإسلامية من حوالي 3 أو 4 سنوات، وكان منعقد هنا في القاهرة، وكان مؤتمر عالمي. كان بيتكلم عن العولمة والجانب الاقتصادي، فكان المؤتمرون يكادون يكونوا مجتمعين على أنه قد تقوم في الوطن العربي وليس فقط في مصر ثورة جياع. يا ساتر. ثورة جياع. ثورة يا سيدتي لما يبقى في إنسان لا يجد قوت يومه وإنسان آخر يموت من التخمة. شيء طبيعي أن يحصل نوع من أن يثور هذا على ذاك. وكان المؤتمرون سواء كانوا من مصر أو غير مصر يحذرون من هذه الثورة على مستوى العالم. فللأسف عندما يعني لا تكون هناك عدالة اجتماعية، عندما لا يكون هناك مساواة، عندما لا تكون هناك مراعاة لهؤلاء الفقراء. ما هو رمضان برضو بيراعي الجانب ده على فكرة. يعني كان النبي الكريم أجود الناس، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني إيه حضرتك؟ يعني خيره بيتوزع على الكل. هل يا ترى إحنا ناويين فعلا في رمضان نبقى بالشكل ده ويعود الخير بتاع البلد على الناس كلها بالفعل؟ والخيرون يفيضون من أموالهم ومن خيراتهم ومن إحسانهم على الآخرين، فيحصل نوع من التوافق الاجتماعي والرضا الاجتماعي النسبي. بس المصريين خيرين، يعني أنا بحس أن المصريين في طبعهم الخير وفي طبعهم أنهم يخرجوا ما عندهم لغيرهم، بالذات في شهر رمضان موائد الرحمن بتبقى موجودة في كل مكان. المصريين فيهم خير كتير. قطعا، وقديما قالوا المصري صندوق خير، لكن لابد أن نجد المفتاح. بس فإذا وجد المفتاح فأنا الخير كثير. المفتاح فين يا مولانا؟ المفتاح في تصوري هو الدولة. الدولة عليها أن تنظم هذا، ما تبقاش العملية عشوائية. ما تبقاش العملية زكاة أو مجرد خيرات. مش بس كده حضرتك. أو صدقة. يعني أنا هتكلم عن المساجد مثلا. المساجد بتعطي لمين؟ لأهل حيها. صحيح. طب ماذا لو كانت مساجد مصر الجديدة في حي راقي وبالتالي قادر على الأقل مكتفي؟ طب ما أنا لازم أنظر إلى حواليا. الجمعيات مهما كانت صحيح هي أعدادها كبيرة، لكن الجمعيات العاملة لابد أن نعترف بأنها قليلة، ما تغطيش أبدا. وبعدين مش هستنى في النهاية أن عطاء المجتمع أو العطاء للفقير يبقى عن طريق جمعية خيرية ولا عن طريق مسجد أو مجلس زكاة. لديه حق عند الدولة. أنا محتاج الدولة لتنظم هذه المسألة. صحيح. ولذلك هناك نداء الآن تكرر، كان في نداء قديم من حوالي 2 أو 3 سنين بأن تكون للزكاة مؤسسة. النهاردة في نداء بأن تكون لها وزارة. أنا لست ضد هذا، بس بشرط إن الأول نرجع الثقة في الحكومة. صح. الثقة في المسؤولين، لأنه للأسف عندما تتحول الزكاة إلى مؤسسة
او تكون هناك مؤسسه تجمع الزكاه وفي شك في 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 القائمين على هذه المؤسسه باعتبارهم فقط انهم حكومه. يعني في حد الآن لما يقرا التايتل بتاعي وكيل وزاره الاوقاف كانت شكت في كلامي لمجرد اني وكيل الاوقاف بس اقول لك حكومه. لابد ان نزيح هذا الاول, نصلح ده ونبرز ان فعلا لا ده الحكومه ناس شرفاء او فيهم شرفاء. بس مين فينا مولانا, مع احترامي برضو الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي, مين فينا هيدي زكاته للدوله؟ يعني كلنا بصراحه لينا منافذ للزكاه. تمام. اللي عنده جامع في بلده, اللي عنده في قريته, اللي عنده, كل واحد له منافذ ناس بيرعاه او ايا كان. يعني بصراحه شخصيا مش عايزه اديها للدوله, انا عايزه اديها للناس اللي اديها لها. لكن يوم ان تعود الثقه بين الأمة وبين الدولة, بين الشعب وبين الحكومة, إعطائها للدولة هيتيح للدولة بالتأكيد الاستفادة منها بشكل استراتيجي, مش يومي ولا مؤقت. أنا خايفة ياخدوها في عجز الموازنة بقى ولا لا. احنا بنتكلم هنا حضرتك على وجود الثقة بين الشعب وبين الدولة, بين الأمة وبين الحكومة. لن تأتي هذه الثقة إلا ما تتأكد إن الناس القائمين على هذا العمل هدفهم نبيل وشريف, وبالفعل ما هماش هيجاملوا ومش هيوجهوها لمجاملات, انما هيوجهوها بشكل صحيح, ويبقى في نوع من التوازن. سيدتي احنا في 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 مصر للاسف فعلا في جمعيات خيريه كثيره, في خيرون كثر, في ناس كتير يعرفوا اين يضعون زكواتهم, لكن برضه في ناس اكثر لا يعرفون اين يضعون زكواتهم. صحيح. وما يعرفوش يدوها لمين, وبالتالي بيضعوها في بعض الجمعيات. بعض الجمعيات مش كلها على وعي وادراك بمصارف الزكاه. بعض المساجد مش كلها لجان الزكاة يفترض أن يكون الإمام إمام المسجد مشرف عليها, لكن أحيانا بيتجاهلوا إمام المسجد ويتصرفون من تلقاء أنفسهم, وتلاقوا أموال الزكاة راحت في عمل تكييف لمسجد. أنا مش ضد التكييف في المسجد, لكن أنا تابعت حضرتك في الأول في مشكلة في الكهرباء. نعم. إذن التكييفات في المساجد برضو سببت مشكلة. سببت مشكلة, فلابد أن نراعيها. وبعدين النهاردة شاطر قوي عمل لي تكييف, شكرا. طب مصادر الكهرباء بتاعته جبتها منين؟ جابها من الخط العمومي. هل انت متاكد ان الكلام ده يتحمله ولا ما يتحملوش؟ ولا سرقها كمان يتحمله ما يتحملوش؟ مين هيدفع بعد كده الفاتوره لما تعمل عداد؟ هتدفعها الاوقاف بميزانيتها الضئيله جدا, ولا هيدفعها الناس, ولا هتتعطل التكييفات دي في النهايه؟ طب انا صرفت على التكييف 100 و200 و300 و400 الف, وهناك في الحي من هو فقير. يعني المساله اقول مره اخرى, اذا وجدت الثقه في الدوله, الدوله بالتاكيد سوف تنظر الى الاولويات. من عندها تسلم اولويات. وبعدين في جمعيات النهارده واشخاص بيعملوا نفسهم نائبين عن الاغنياء في جمع الزكاه, بيروح يجمعوا الزكاه, وبعدين يجي يقول لك ولا برنامج تلفزيوني يقول لك والله عايزين نجمع فلوس عشان نعمل عمليه. هتتكلف العمليه كام؟ 200 300 الف جنيه. انا عندي فقير بيسجن عشان 2000 جنيه. بيسجن. يبقى 300 الف جنيه بدل ما اوجههم لمريض واحد قد يشفى وقد لا يشفى, والامور بيد الله سبحانه وتعالى, وقد يعود يحتاج الى مصاريف شهريه بالالافات الجنيهات ايضا ليحافظ على نجاح هذه العمليه. قد يتكلف مريض واحد بهذا الشكل ما يغني 200 300 اسره. ما هي فكره فقه الاولويات ده, طبعا ده موضوع مهم جدا. طبعا فلابد من فقه الاولويات. من يضبط هذه المساله؟ تضبط هذه المسألة الدولة. عندما تكون الدولة بالفعل وضعت على رأس هذه المؤسسة من هو فاقه, من هو عالم, من هو أمين إلى آخره. استعادة الثقة هو دي كلمة السر. استعادة الثقة, أن نثق إن فلوسنا اللي إحنا رايحين, لأن الضرايب إحنا بندفعها مرغمين. أنا لسه كنت أقول لحضرتك ما تبقاش زي الضريبة. بالظبط. الضرايب بندفعها مرغمين, أما الزكاة فإحنا بندفعها عبادة. يعني عبادة وطوعا. بس عايز أقول لحضرتك في تجارب عملية ناجحة جدا. يعني السودان هي على الرغم من وضعها إلا إن في النهاية تقدمت في هذا الشأن, وكان في مؤتمر عقد من 7 سنوات شاركت فيه, كان عندهم مؤسسة وما تزال الزكاة بتدفع عن طريق مؤسسي وقايمة بمشروع أو راقي جدا, وما تزال بعض الدول الإسلامية تقوم بعمل مؤسسات للزكاة وفي منتهى الرقي والوقف وأخلافه. طب مولانا طبعا الأوقاف كان عندنا فكرة. صحيح. الأوقاف في مصر من طبعا زمان. وما يزال, بس احنا للأسف برضو غياب الثقة قلل من موارد الوقف. صحيح. طب هنخرج فاصل يا مولانا, فاصل قصير, ونعود بعد الفاصل نسأل شيخ سالم عبد الجليل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يعني رؤيته في هذه القضية؟ هل مجموعة من البشر يمكن أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأيديهم ولا لأ؟ بعد الفاصل.